سيتروين بيجو او بيجو سيتروين بأوتوفوكس مستمرين دائما مع صديقي وزميلي فيليب يعقوب. ايوه جورج، دائما مبسوط معك انا بالأوتوفوكس لانه عم نعرف هيك نحكي عن السيارات بشكل مزبوط، بتصور نوصل اهم شيء المساج لكل مشاهدينا من دون تعقيدات واخبار، يعني بطريقه كثير سلسه واحد يعرف عن السياره، سعرها، الاوبشنز اللي فيها، الشكل الخارجي، شو فيها، لمين تارجت. اكيد اكيد بيهمنا اكيد المشاهد اللي عم يحضرنا يكون عنده نظره شامله عن كل السيارات وعم تشوفون كلهم من خلال اوتوفوكس. هالاسبوع عم نشوف البيجو والسيتروين. سيتروين اكيد سياره بغنى عن التعريف، 96 سنه بسوق السيارات. الدي اس اللي عم نشوفها موجوده معنا هون، دي اس 3، سياره كثير حلوه، اتس ا كوبي كار، هي الاولى بالنيو جينيريشن اللي نزلوها اكيد من الدي اس. نعم. وكمان نفس الوقت تسبس سيلر، نص مليون يونت او نص مليون سياره انباعت، وفي فتره اول ما نزلوها كان في عليها ويتنج ليست تستحصل على الدي اس 3. يعني اذا بنشوف شكلها للدي اس 3، يعني عندنا اللون الابيض، اللون الاسود ولون الازرق، البعض بيقول انه كيف ثلاث الوان داخلين على السياره. صح. بس اللي بيشوفهم على السياره قدامه بيعرف قد ايه الميكس الالوان طالع عن جد بشكل كثير حلو عليها. اتس ا فن كار، اتس ا بيرفورمنت كار للشباب، وكمان حتى بحسها هيك حيلا امي يمكن فيها تسوقها لانه اتس سيتي كار، هيدا اهم شيء. سيتي كار لباريس وسيتي كار كمان للبنان، لانه نحن كمان عندنا مشاكل بالصفات وعندنا مشاكل بالعجقه، فبتصور سياره اوبتيمال يكون عندنا اياها. مستر هون على ناحيه الخلفيه من السياره، سورتي الكرام الحلوه، كمان تنتد جلاس، وصولا للمصابيح كمان عصريه جدا. اما الحلو كثير كمان اللي عم نشوفه في السياره هو الجانت اكزاكتلي 17 انش، عم نشوف اللون تبعه الدول تون، عندك الغامق الاسود وعندك الكروم بأعلى الجانت هو ذاته، حتى كروم الغامق الحلو على الجانت، السيلفر كمان او الكروم اللي عم نشوفه على سيتروين وعلى بيجو بكل طرازاتهم، موجود على الابواب بطريقه كثير كثير حلوه مع مسكه الباب كمان من نفس اللون. ونشوف اكثر من جوا مشاهدينا للسياره، مثل ما قال فيليب اتس فان كار، لانه من جوا كمان بتحسوا فيها الطابع الغريب والحلو والعصري، من فرشه فانكي فانكي صحيح، من فرشه، من التابلو اكيد، البورد الامامي، كل الكونسول، من زموره كمان الزميل الي ياغي اللي سمعنا اياه. واضافه لذلك فيليب الاوبشنز بتقلك اياهم، يعني من ناحيه الفيتاس شو اكيد عم بنشوف التبترونيك الموجود بقلبها. نعم. الكليماتيزاسيون بقلب السياره حتى تكون اكيد بالصيفيه وبالشتويه، السياره اكيد فيها هواء وفيها اكيد روح، بنفس الوقت كمان الانفوتيمنت سيستم المتطور والسيتس يلي بيعطوك طابع عن جد رياضي بقلب السياره رائعين. بتعرف اللون الجلوسي، الجلوسي اللي اسمه اذا بدك بيانو بلاك، بيانو بلاك exactly. هذا صح ميني. البيانو اللميع الاسود اللميع موجود كمان على الكونسول كله، حتى على مسكات البواب مثل ما قلت 3 تون كار، مش شايفين تلاحظ بابا لما يتسكر، باب ثقيل وزن، يعني سيف كثير سياره. صح اكزاكتلي تحس بثقل معين حديد القاسي فيها لسيتروين. 6 اير باجز بقلبها، تراكشن كنترول، اي اس بي، يعني عم نحكي من ناحيه ما في انزلاق فيها للسياره، فيها تراكشن كنترول بخليك تكون انت متحكم مضبوط السياره. 1.6 لتر انجن 120 حصان. نعم. سياره فيري بيرفورمنت، كمان بنفس الوقت ما بتصرف كثير بنزين وما فيها كثير سي او 2 اميشن. اي اس بي موجود كمان سيستم. صح اكزاكتلي وانتبه عدم الانزلاق. جورج في شغله. نعم. كثير مهمه تنفهمها بالكلتشر تبع السيتروين والدي اس خصوصا، انه هذا التطور بلش الفكر تبعه ب 1955، يعني من وقتها كانوا عم يفكروا بالتونيو دروت بعدم الانزلاق. كيف اليوم 2015 يعني وصلنا للسياره تطورت وقد ايه سبقت عصرها بكل هالامور، ورح نبلش نشوف كمان ستورز موجودين حوالي العالم للدي اس، خصوصا للدي اس، يعني بدك يمكن اكسسوارز قلب السياره، بدك حيلا زيادات عليها رح نلاقيهم موجودين بالسوق الامريكاني، بالصين، باوروبا، وان شاء الله اكيد بالميدل ايست نشوفهم كمان موجودين عندنا. سعر الدي اس 3 الحلوه اللي معنا ستارتنج 21300 without VAT without registration. كل شيء عليكم تعملوه تروحوا على زلقه على اكيد الشوروم تبع سيتروين وتعملوا تيست درايف للدي اس 3. دي اس 3 از ويل ورث ات، فيها نشوفها بالكوبي وفيها نشوفها كمان كابريو. نعم. اكيد رح تعرفها اكيد بالاوتوفوكس اضافيه، اكيد في ديلرز حوالي لبنان عم بتشوفوا كمان 5 year warranty او 100000 كيلومتر which comes first، roadside assistance 24/7
كل شيء بتتمنوه لسيارتكم لراحة بالكم بقى تشتروا السيارة after sale service top. Thank you فيليب. كمان لتشوفوا السيارة وغيرها وبيجو سيترومان خاصة هالأسبوع mtv.com.lb أو mtv app على السمارتفون. إلى اللقاء. Ciao.